النهارده افتتاح مركز اعلامي، اعضاء مجلس اداره بالكامل موجودين، وهنستعرض مع حضراتكم كمان بقيه تصريحات باقي اعضاء مجلس الاداره. برضو بيجيبوا كوادر اعلاميه هي الاجمل في الساحه الرياضيه الزملكاويه، يعني كانوا جايبين الاذاعي الكبير الاستاذ فهمي عمر والكاتب الصحفي الكبير استاذنا طبعا استاذ فتحي سند اللي كان ليه رسائل في الاخر يعني واضحة وصريحة. جايبين كمان أستاذ دكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، كل ما هو ليه علاقة بالإعلام، والتاني اللي وعدنا بدوكيومنتري نادي الزمالك امبارح في تصريحاته في افتتاح العيادة الطبية. كل ده مؤشر النادي الزمالك ماشي صح جماعة. الموضوع مش تغيير أرضية رخام، ولا تغيير وجهة، ولا ان احنا نحط يافطة على مبنى او نكتب انه المكان ده باسم الراحل الفلاني، لا، كل دي حاجات بنشوفها قدام عينينا، لكن اللي ملموس النهارده نادي الزمالك فعليا على ارض الواقع مش كلام ولا يفط، ولا بس تفتح باب ده العياده، لا، تدخل جوه تلاقي عياده محترمه تليق بنادي الزمالك. نادي الزمالك عنده عياده طبيه شامله متكامله. الملموس ايضا النهارده نادي الزمالك عنده مركز اعلامي شيك يليق بنادي الزمالك. كل الشكر لمجلس اداره نادي الزمالك، وكمان كل الشكر استاذ هاني شكري واحمد خالد حسنين اللي اشتغلوا وتعبوا، ويمكن زي ما اعضاء مجلس اداره شكرت في مجهود الشاب الجميل طبعا استاذ احمد خالد حسنين اللي يعني قريب مننا كده كزملكاويه وقريب من الجمهور، راجل بيشتغل عشان نادي الزمالك، بنشكره انه يطلع حاجه بالكواليتي ده. شكرا طبعا ليك، وشكرا لكل اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. تعالوا بقى نشوف بقيه اللقاءات اعضاء نادي الزمالك. استاذه نيره الاحمر عضو مجلس اداره نادي الزمالك، استاذ احمد خالد حسنين عضو مجلس اداره نادي الزمالك، استاذ رامي نصوحي عضو مجلس اداره نادي الزمالك. تعالوا نشوف اللقاءات دي ونرجع مره ثانيه مع بعض. مساء الخير على حضراتكم، انا سعيده جدا النهارده بتواجدي. كل منشاه بنفتتحها في نادي الزمالك بجد بيبقى وراها كواليس واحداث كتيره جدا. الناس بتيجي تشوف الصوره الاخيره، ولكن في مجهود، في تعب، في حاجات كتيره جدا كل الناس اللي موجوده دي بتشارك فيها. معانا يعني معانا مديرين على اعلى مستوى، يمكن كل الناس شكرت طبعا اعضاء مجلس الاداره اللي هم كلهم اخواتي الكبار واخواتي الصغيرين. والحقيقه ما فيش عضو مجلس اداره هنا موجود، او حتى طبعا دكتور حسام كامين صندوق، كابتن هشام نصر وكابتن حسين لبيب على رأسهم، وأعضاء المجلس كلهم بالكامل. الحقيقة كلهم يعني بيساعدوني زي ما أحمد قال، أنا وزملائي تحت السن إحنا حاسين إن طول الوقت في اعتماد علينا بشكل كبير، وده لو ده اللي يدل على إننا وسط مؤسسة ومنظومة محترمة جدا جدا جدا. أنا سعيدة النهاردة بافتتاح طبعا المركز الإعلامي، لأنه منشأة دي تاني منشأة بنفتتحها، وخلال الأيام اللي جاية في لسه مفاجآت كتيرة. يمكن امبارح كان افتتاح العيادة، النهاردة افتتاح المركز الإعلامي، ولسه الفترة اللي جاية فيه كتير قوي. بشكر طبعا كمان المهندس مجدي مشير رئيس اللجنة الهندسية، بشكر اللواء حسن موسى المدير التنفيذي اللي الحقيقة قايم بدور كبير جدا ما ينفعش حد يغفله. كل الناس هنا بجد أنا بشكرهم من قلبي، بشكر كل زملائي اللي أحمد خالد اتكلم عنهم. احنا معانا ناس كتيرة قوي يا جماعة، جنود مجهولة هنا في المبنى، احنا تقريبا بنقعد بالثمن والتسع ساعات هنا جوه المبنى، وانا مش شايفة ان ده حاجة يعني تفضلا على نادي الزمالك، ده شرف لينا واحنا بنعمل ده بمنتهى الحب. ولكن احنا في الصورة في الاخر، لكن ورانا ناس كتيرة قوي بتتعب، ورانا مديرين مكاتب، ورانا ناس بتشرف على كل حاجة ليها علاقة. بشكر كوندي وهاجر واميرة واحمد شوقي طبعا رئيس المركز الاعلامي ومدير المركز الاعلامي. بشكر طبعا الاستاذ عمرو خفاجي رئيس المنظومة الإعلامية، واللي بجد راجل على رأسنا من فوق بالتأكيد. بشكر كل القائمين على قناة الزمالك اللي زي ما الأستاذ هاني شكري طبعا مشكورا بيشتغل في الملف ده بشكل غير طبيعي، بشكره وبقول إن قناة الزمالك دي زي طبعا هي بتغطي الحدث دلوقتي لايف، بشكرهم من قلبي لأن طول الوقت هم بيشتغلوا بأقل الإمكانيات، وبجد ناس محترمة جدا جدا وعلى دماغنا من فوق، وجنود مجهولة. أنا سعيدة جدا بتواجدي في المؤسسة دي. لما بنعوز او بنفكر ان احنا نعمل حاجه بنلاقي سواء المجلس كله معانا او المديرين اللي معانا او كل فرد جوه المبنى ده
بيساعدنا. كل الناس هنا بتحب الزمالك من قلبها ومش عايد عليها بحاجة، لكن الأساس اللي هم بيشتغلوا بيه حبهم لنادي الزمالك اللي هو شرف لينا ما بعده شرف. أنا شرف ليا النهاردة إن أنا حاجات كتيرة، مش أنا لوحدي، حاجات كتيرة بتيجي على حياتنا الأسرية وحياتنا وحياتنا، لكن في الآخر أنا بفتخر إن اسمي نيرة الأحمر وإني عضو مجلس إدارة واقف هنا لنادي الزمالك. ده شرف، ده يضيف لي كتير جدا جدا، وده حق نادي الزمالك علينا بعد فضله علينا بعد ربنا في كل اللي احنا وصلنا له. بشكركم من قلبي ومليون مبروك، واستنونا في منشآت كتيرة جدا خلال الفترة اللي جاية. طبعا أنا برحب بالرموز وأعضاء في مجلس الإدارة. أنا يمكن بس عايزة أتكلم من قلبي شوية، يعني يمكن أنا يعتبر أصغر واحد في القائمة، وقبل ما ننزل انتخابات أو أنا جيلي اللي شجع الزمالك كان دايما يقولولنا أو اللي احنا كنا بنشوفه إن الزمالك مالوش رموز، إن الزمالك مفيش حد بيحبه، إن الزمالك مفيش حد بيساعده. وده اللي اكتشفناه إن ده كل الكلام ده غلط لما كابتن حسين جه. كل الناس حوالين الزمالك، يمكن احنا السنه اللي احنا قضيناها دي ما كناش نقدر نعدي بالمركب غير لو مساعده الناس كلها. انا مش عايز اقول اسامي لان في ناس اسامي الناس عارفاها وفي ناس لا. يمكن انا كمان اتعلمت كتير قوي في السنه دي من المجلس، بالذات كابتن حسين، وزي ما احمد قال يعني انا برضو بعتبره زي والدي، لان هو بس مش بيدينا المساحه اللي احنا نشتغل، لا ده احنا نبقى صحاب القرار كمان. يعني كابتن حسين في كذا موقف كده يقول لي خد القرار حتى لو انت غلط انا في ظهرك، وانا اللي هشيل المسؤوليه. فانا محظوظ ان انا بشتغل مع 12 واحد زي حضراتكم، ومبسوط. وانا بس كل زي ما كابتن هشام قال ان الناس تصبر علينا، لان احنا فعلا بنبني نادي الزمالك من اول وجديد، وكل ملف من الملفات دي محتاجه جهد ال 12 واحد. يمكن انا حتى في اول شهرين ثلاثه كنا بنيجي الساعه 11 الصبح نمشي الساعه 1 بالليل ولينا بنشتم، فكنت محبط جدا. حتى قلت لكابتن هشام واتكلمت معاه ان الناس مش هتحس باللي احنا هنعمله خالص، احنا بنقضي مجهود كتير قوي في النادي والناس من كتر المشاكل مش حاسه، بس الحمد لله يعني الناس واحده واحده ابتدت تحس، والناس بس تصبر علينا والزمالك هيرجع تاني زي زمان. يمكن دكتور عبد الله انا كنت مره قاعد معاه في السعوديه وبيحكي لي على كابتن حلمي زموره وكابتن محمد عامر، فانا مش هطول عليكم، انا متاكد ان في نهايه الدوره دي الناس هتحكي لاولادها واحفادها على مجلس حسين لبيب. شكرا. مساء الخير عليكم جميعا. انا مبسوط جدا وفخور ان انا اكون جزء من حاجه زي دي اتحققت في نادي الزمالك. كنت في يوم من الايام بحلم ان هي تكون موجوده في النادي. الاول برحب بالضيوف وبرحب بحضراتكم، وبتشرف ان انا موجود يعني اكون جزء من حاجه زي دي معموله في نادي الزمالك. بس اعذروني انا عايز اخد بس دقيقتين، لان انا من ساعه ما دخلت النادي هنا تقريبا بقالنا سنه انا ما اتكلمتش تماما ولا عمري قلت اي حاجه خالص، بس في حاجات كده محتاج ان انا اعبر بيها واقولها للناس كلها في الوقت ده او بعد المده دي كلها. في البدايه انا حابب لو كنت انا جزء او ربنا قدر ان انا كنت فكرت في حاجة أو ساعدت حاجة، فكل الشكر اللي أنا عايز أوجهه لمجلس الإدارة إن هو ساعدنا على ده، اللي هو دايما بيدينا السبورت ودايما بيكونوا واقفين ورانا، بالأخص المجموعة أو زمايلي اللي احنا تحت السن. من أول يوم ما حسيناش ده أبدا، سواء من ثقة أو من تقدير بيديهولنا ومساحة بيديهولنا من التفكير، ومن إحنا نقدر يكون لينا كلمة ويكون لينا رأي، وبنتعامل بجد بشكل يعني بمعنى كلمة إن إحنا إزاي ربي كادر أو إزاي يكون كادر بعد كده يخدم ويفيد نادي الزمالك. وده اللي بنحسه من أول يوم دخلنا، سواء من كابتن حسين اللي أنا هديله حقه، بس هتكلم في الآخر عن كابتن حسين، اسمح لي إن أنا أتكلم في الآخر. في الأول هبتدي بكابتن هشام نصر قد ايه هو محتضننا، سواء انا او نيره او رامي، وان هو بيبقى واقف معانا وبيسمعنا وبيقدم لنا كل المساعده ويدينا مساحه كبيره جدا، حتى لو في بعض الاوقات بنكون مش عندنا خبره كفايه، او بيحاول يساعدنا وبيحاول يزق ده، وبشكره على مجهوده اللي بيعمله، اللي هو ان شاء الله مع الوقت ومع لان البلان اللي بيشتغل عليها كلها بتحتاج وقت طويل وبتحتاج مجهود وبتظهر على مدار السنين اللي جايه ان شاء الله، وان شاء الله بدايتها تبتدي في خلال شهور تظهر ليكم وتطلع في العلن. دكتور
حسام مندوه ومدى المجهود اللي بيبذله في الناحية المالية والمشاكل والكوارث اللي احنا موجودين فيها في النادي، من ناحية ديون، من ناحية أزمة كاش فلو مرعبة، من ناحية مشاكل كتير جدا بنحاول نجد لها حلول. الله يكون في عونه، وأنا بشكره وبشفق عليه بصراحة من حجم المشاكل وحجم الكوارث اللي موجودة من النادي، وبوجه له الشكر على ده، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ويبقى أحسن لأحسن بعد كده. سواء كابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد، بشكرهم على المجهود اللي عاملينه في ما يخص الكورة وما يخص قطاع الناشئين والبلان اللي بيحطوها، واللي إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية من أحسن لأحسن بإذن الله إن شاء الله. هاني شكري أو الأستاذ هاني شكري، اللي أنا مهما قلت ومهما أديته حقه أو اتكلمت عنه عمري ما هقدر أديله حقه، بس كل اللي أقدر أقوله إن هو ربنا جعله سبب من الأسباب اللي أنا واقف فيها قدام حضراتكم هنا، من إيمانه أو تصديقه أو اقتناعه بيا من أول يوم، وإن هو كان سبب إن هو مرشحني إن أنا أكون موجود هنا. فأنا بشكر الأستاذ هاني شكري وبشكره دايما على إن هو دايما من الناس اللي بتشيل نفسها خالص من اي حاجه وبيحاول يبروزنا احنا، حتى لو هو اللي عامل كل حاجه يدينا احنا الكريدت دايما ودايما ودايما، وهي دي الروح اللي احنا حاسينها من اول يوم. الاستاذ هاني برزي بشكره رغم مشاغله ورغم البيزنس بتاعه ورغم حاجته كلها اللي بيكون موجود فيها، ولكن عمره ما بخل على النادي فيهم، ولا ان هو تاثر مع النادي، بل بالعكس دايما عايز النادي في مكان تاني. واعذروني لو طولت، بس عشان ادي لكل واحد حقه، لان عمري ما اتكلمت ولازم اتكلم وادي لكل واحد حقه. وبما ان انا خدت جزء او خدت حق او الاكبر او النصيب الاكبر من الموضوع ده دلوقتي، فالساده المحترمين دول كلهم لازم واحد واحد ياخد حقه ويقول طبعا طبعا يا دكتور طبعا. وبالنسبه للاستاذ عمرو ادهم وان احنا قد ايه بنتعلم منه، وقد ايه بنتعلم منه حبه واخلاصه للنادي، وقد ايه هو يعني شخص تعرف قد ايه اصوله معدن الزملكاويه الاصيله، فده موجود في الاستاذ عمرو وتفانيه في القضايا الخارجيه وما يخص المشاكل بتاعه النادي او اللي كانت بتواجه النادي، وبشكره شكر كبير جدا. واعتقد بالنسبه بقى في الاخر اتكلم لاخواتي ودايما مع بعض ودايما في ظهر بعض، سواء رامي او نهيره، ويعني انا بقول لهم قدام حضراتكم كلكم شكرا جدا ليكم، انتوا دايما ايديكم معانا او احنا ايدينا مع ايد بعض في كل حاجه بنعملها، ونعمة الاخوات ونعمة الصداقه ونعمة فعلا المعرفه اللي انا بتشرف بيها قدام حضراتكم كلكم. وبشكرهم شكر كبير جدا، وزي ما انا اجتهدت وعملت حاجه هنا، هم لا يقلوا بل بالعكس اجتهدوا اكتر مني بكتير جدا عشان تشوفوا الصوره اللي حضراتكم شايفينها دي كلها. فبشكرهم شكر كبير جدا جدا جدا، وان هم دايما معايا وفي ظهري. اخر حاجه هقولها عشان ما اطولش على حضراتكم تاني اكتر من كده، اللجنه الهندسيه، انا اسف والله بس دي اول مره اتكلم من سنه من دخل من النادي، فمعبي سنه كامله فاقدر اقولها. اخر حاجه عايز اوجهها شكر ليها، اللجنه الهندسيه في نادي الزمالك بقياده البشمهندس مجدي ميشيل، وادي له حقه تماما، لان كل اللي حضراتكم شايفينه ده تنفيذ واشراف اللجنه الهندسيه في نادي الزمالك، من غير اي حد ما يكون موجود بره. فبشكره شكرا جزيلا، ولازم ندي له حقه، ومش ده بس، في حاجات تانيه هتطلع للنور خلال الايام اللي جايه نشوفها ان شاء الله. وفي الاخر التيم اللي موجود كله وكل الناس اللي شغاله معانا لازم ادي لهم حقهم، وان هم كانوا مساعديننا جدا جدا، سواء تيم سوشيال ميديا، سواء الناس اللي بتشتغل معانا، سواء كل الناس، عشان ما انساش حد، لو ذكرت الاسماء هنسى اعذروني، بس كل اخواتنا، وسواء كندي، سواء بسمه، سواء اميره، سواء هاجر، كل الناس بشكرهم شكرا جزيلا. وان شاء الله ايدينا في ايدين بعض، واللي جاي احسن بكتير، ده مجرد بيز وبنبني عليه للي جاي ان شاء الله. شكرا ليكم. شكرا. انا اتلخمت معلش، بس انا نسيت الناس كلها. كابتن حسين، لا لا، اللي فات ده بقى خالص كوم، وكابتن حسين ده كوم تاني خالص. انا خليته بقى خالص في الاخر كابتن حسين، ليه؟ عشان بجد اقول حق الراجل ده علينا ايه. الراجل ده انا من ساعه ما دخلت، واعذرني ان انا بقول كده، حضرتك والدي وعلى راسي من فوق، بس انا عمري في حياتي ما كنت بقول او اتخيل في يوم من الايام ان يكون في حد عنده او في مكانه عندي بعد والدي ووالدتي. وحضرتك دخلت لده، وربنا اللي يعلم انا بعز حضرتك قد ايه، ومكانتك عندنا عامله ازاي. لان بجد بجد انا لو في ناس كده في حياتي كلهم بقول وبكتب ان هم اتعلمت منهم، فهو حضرتك، لان حضرتك اتعلمت منك الرجوله والجدعنه، وازاي ان حضرتك بتكبرنا، وازاي ان حضرتك بتحترمنا وتدينا مساحه اكبر من
من مساحتنا بكتير جدا جدا جدا، وده بيجيب لحضرتك بعض من الانتقادات من بعض الاشخاص، ولكن حضرتك بتؤمن بينا جدا وبتدينا الثقه وبتدينا دايما السبورت. انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، ولو اسف ان انا اتلخمت عشان كنت خايف انسى اي حد، وكنت عايز اقول ده في الاخر عشان خاطر ادي لحضرتك حقك واديك. وبجد كل الكلام اللي انا بقوله ده ما يجيش واحد على مليون من اللي حضرتك بتعمله سواء معايا أو ما بقيت أعضاء المجلس. وبشكرك جدا جدا جدا، ودايما هقول كلمة دايما كابتن حسين بيعلمنا بيها، بيقول دايما أنت قوي بالناس اللي حواليك، طول ما الناس اللي حواليك أقوياء فأنت بتقوى معاهم ودايما قوي. وبشكرك على كل حاجة حضرتك بتعلمها لنا، وبشكرك وحضرتك فخر لينا أنك تكون رئيس مجلس الإدارة. مفيش حاجة أجمل ولا تعليق أجمل من يعني أحمد خالد حسنين قاله عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وقد إيه جميل جدا في انه كل اعضاء مجلس الاداره شكروه بالاخص وبشخصه على مجهوده وعلى انه كان سبب في انه المركز الاعلامي يتعمل بالشكل ده. طلع شكر كل واحد في اعضاء مجلس الاداره، وقال كلام اللي على كابتن حسين لبيب، يمكن اللي يبقى قريب من كابتن حسين لبيب ويعرف طبعه يعرف انه فعلا شخص بيكبر اللي حواليه وشخص بيعزز من اللي حواليه، حتى لو عنده تعقيب او يعني علامات تعجب كده على حاجات كتير، ولكن بيكبر ويعزز كل التيم ورك بتاعه او الجيش بتاعه، زي ما بنقول ان احنا كلنا جيش لنادي الزمالك.